فئة الشباب تعتبر أكثر الفئات المجتمعية عرضة لتأثيرات وسائل الإعلام المختلفة، فهي كفيلة بإدخال العديد من المفاهيم إلى عقول الشباب، هي القوة المهيمنة على التفكير والفعالة في تكوين نمط السلوك. وصار الدور للشباب الآن هو كيف نقوم عملية تصفية هذا الإعلام، يكون نحوله من إعلام مهمش أو إعلام كله ضحك وساذج إلى إعلام نافع ومفيد للمجتمع، حيث أنه يبني القيم، يزرع الأخلاق الطيبة اللي داخل المجتمع، يصحح بعض المفاهيم. أخوي شباب فاعل يستند إلى قاعدة أن الشباب يفعل، الشباب يبادر ويتطوع، الشباب يعمل على الاستقرار، والشباب يعمل على خدمة وطننا. كيفية صناعة الإعلان الذكي المؤثر المبنية على دراسة لمعالجة أو لطرح قضية بصورة مرئية، موضوع طرح تحت أجندة ملتقى الإعلامي الشبابي. احنا مو قاعد نسوي اعلان للفن فقط، في غايه منه، فشلون نقدر نفهم شنو المشكله اللي عندنا اياها عشان نعرف شلون نداويها، وبعدين الجزء الفني اللي شلون نقدر نطلع بفكره تستحق وقت المشاهد. قضايا وافكار واطروحات ادرجت تحت مظله الملتقى لاعداد كوادر اعلاميه قادره على حمل الرساله والتاثير بصوره ايجابيه ومواجهه التحديات التي قد تعرقل مسيره بناء الانسان. مهارات التقديم مثلا، التعامل مع الظروف يعني المفاجئه في اثناء الحلقات مثلا، على سبيل المثال اذا كنت على الهواء، الحياديه، الاخلاقيات، العمل، التذكير بها هذا دائما ايجابي. كل شخص عنده موبايل هو اعلامي، فهني المشكله ان كل شخص يقدر يكون اعلامي، كل شخص ممكن يوصل فكر او يوصل رساله، وممكن هالرساله تكون مؤثرة ولكن غير صحيحة. فهني التحدي بالنسبة لنا احنا كإعلاميين ان نوصل رسالة صحيحة، نبين معايير الإعلامي الصحيحة والأخلاقيات المهمة. المشاركون يسعون إلى توحيد الخطاب الإعلامي ليكون إعلام هادف يخدم تطلعات وآمال الشباب وصقل مهاراتهم وقدراتهم لبناء أوطانهم.